في حين والدي واخواته كلهم بعمتي كله هم كلهم فعلا حقيقي تحس ان هم كلهم امين الهنيدي مغيرين لبسهم او في مراحل سنيه غير بعض. هو انا والدي واخواته الولاد يعني في قريبين من سن بعض وفعلا شبه بعض حقيقي بجد. يعني اظن كان فيهم حد كان بيطلع دوبلير معاه في مسرحيه اللي هو عمي عبد الفتاح اظن. فبس طبعا بيشتغل في حاجه تانية خالص في التربيه والتعليم برضه.